القمر، خدنا القمر. أبي اللي عبد الحليم هنا. مين؟ طبعا مش عارفني، نسيتني خلاص. أنا ضميرك يا حيوان. أعوذ بالله، أمال إبليس شكله إيه؟ وآخر رمضان بتحب البنت اللي اسمها مطلقة. يا سلام، وأنت سايبني لما أغرق لشوشتي وقاعد دلوقتي تعمل لي فيها شيء غفر؟ البنت ده هي اللي بتقطع علاقتي فيها نهائي، وانت لك في المنام وقابلتها كويس هقطعك من بطنك. اسمعني بس، أني بضعف من حلاوتي أما بشوفها جدتي بتتلبش. بتضعف؟ وقدرت تقول لها يا راجل؟ أي سيب ناخد حريتي بقى. ده أنا لسه هقولك العذاب اللي عمرك ما شفته. الظاهر إن أنا سمعت عليك كتير، إنما من دلوقتي بطالع أنا صحيح. أستاذ رمضان، إزيك؟ أنا أسفة، أنا جيت لك من غير معاد، بس أنا كنت عايزة أتكلم معاك لو ممكن يعني. طب ممكن ثانية واحدة؟ ثانية واحدة طبعا. ها أعمل إيه؟ عايزين أروحوا إياه؟ يا سلام، يعني نمت دلوقتي. أصلحي ولا النهاردة آخر يوم ليا في مصر، أنا خلاص مسافرة الفجر. في 60 سلامة. مصر هتوحشني قوي. معلش معلش، هو الفراق في أوله صعب، إنما بعد كده بتلاقي نفسك دخلت في حالة سكوت على طول، وتحت عينك دي سواد، دي بيسموه اكتئاب، وبعد كده بشوية تلاقي في رعشة في الإيد والرجل، دي بقى الشلل. أنا بضحك وياك، مش عايزك تمشي متضايق. صدق يا رمضان، أنت الشخص الوحيد اللي أنا بثق فيه دلوقتي. والله العظيم صدق صدق، بصوت قدامك لأن أنا حاسب المترو المترو. فاكر في فيلم يوم من عمري عبد الحليم هو اللي جاب الارنب لزبين، وما ناخده منك ده اسمه كلام برضك عشان تفتكرني بيه يا رمضان. سوفينير. سوفو ايه؟ عارف يا رمضان، ده اجمل يوم قضيته في حياتي كلها. نجله. اوه نجله، لو ممكن صوره. لا يا ابني ما بصورش، انا مدرس. صوره يعني مدرس. معلش يا رمضان عشان خاطري. معلش خلاص. حاضر حاضر. وقف وقف، يلا أنكل. نزل ايدك يا حبيبي، نزل ايدك يا بابا، انت قاعد تصور ولا تمسخر هنا؟ احترم نفسك. صورة كيوت. ها حاضر يا كيوت. حاضر، نزل ايدك يا اخويا، انا هو محرم وانت محلل. احترموا نفسكم، يا تاخدوا الكاميرا وتمشوا. اقف عدل، استعد، يلا. وانت بتغمزي لي ليه؟ انا ما بتكسبش في الحق. يقفوا محترمين يا جورو بتاعي. اقف يا اختي، يلا يلا امسك. بالسلامة. لا معلش، صورة ثانية. صورة كمان، ما تكتب عليها وتاخدها احسن. إيه يا ريت مش قادر عليك الادب. من هنا امشي، من هنا يلا بنت، من هنا امشي. ايه المسخره وقله الحياه دي؟ المعجبين لازم يكونوا محترمين. فضل ايه؟ خلاص مشي. يغرف ده مش عايزينه. امال يقول الكيوت ايه؟ انت زعلان ليه من الكيوت؟ انت مالك، انت ازعل ولا تحرق فيهم كنتين ده اول؟ ما ينفرس كيوت. اخ لو اخد منها قطه ان شاء الله موت بعد كده على طول. ان شاء الله تموت ولا تتحرق انت واهلك واللي خلفوك. سيك يا بنت الاهلي، ده خلي بالك منه. معلش يا جماعه، يعني معلش. بس يا بنت بل معلش، اما الرجاله تتكلم ان سواد تزغط البطن امشي غوري. انتوا فاهميني ايه؟ مواطن كده ماشي في الملاهي؟ انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه. اه يعني اه لازم اعمل اشاعه على وشي. يا ساتر يا رب يا ساتر. راحه فين انتي؟ مسحه بيها وتمسحيها في وشي، ايه القرف ده؟ انا اسفه يا رمضان، انا السبب. ولا انت سبب ولا حاجه، انا بس اللي مضايقني هم كرمش البدله. ما بحبش اكرمش البدله بتاعتي. هو انت ما عندكش غير البدله يا رمادي دي؟ ازاي يعني؟ عندي واحده سمني. سمني؟ ايوه سمني، اللي هو زي الشاب ولبن ده هو. اما الرمادي دي غرالة حاجه تنزل الثانيه تشتغل. بص يا رمضان، انا عايز اجيب لك سوفينير، بدله جديده يعني. بذمتك هتجيب الذوق ده؟ هتلاقي الذوق ده في حته. افهمي. لا طبعا. انت بتضربيني ليه بالارنب؟ انا بهزر يا رمضان، ما بتهزرش. لا يا اختي بهزر. لا والله، لكون مفكره الهلم بتاعتك دي هتسافر ولا حاجه. ها طب هتعمل ايه في العقود الماضيه والعقابين اللي قبضتها؟ طيب. صحيح. وهتسيب الشهره والمجد والنجوميه وهتروح على فين؟ انا اقول لك ايه، هتروح على فين؟ هتلف تلف وفي الاخر
مش هتلاقي حد غيري. على فكرة شكلك انت اللي هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. انت اساسا مالكيش غير. ده انا محضر لها مفاجأة. دماغ. ايه؟ دماغ. طب سيبني اوصلك. كفاية قوي. انا عايزة اتمشى في الهوا شوية. انا متشكرة قوي يا رمضان. انا تعبتك معايا. لا انت كده هتزعليني. انا ما عملتش حاجة. انت لو عايزة انا ابقى مبسوط. تاخدي بالك من روحك. اشوف وشك بخير. مع السلامة. استاذ شوقي 7:12 العروسه فين؟ ايه يا راجل جايه في الطريق. بس هي اتاخرت عند الكوافير شويه. تعرفين الكوافير بياخد مصنعيه. تشربوا ايه؟ نشرب سجاير. تشرب سجاير وتشرب بيره وانت عايز. بس اعملوا حسابكم يا اخوانا الحفله الكبيره للصبح. محدش يقول لي انا عايز اروح واللي يقول لي معيش بطاقه. بكلمها ما بتردش عليا. اللي انت بتعمله ده يا استاذ شوقي لا يمكن هيتم. اتفضل. اوه ماي دارلينج قلقتيني عليكي قوي يا روحي. مفاجأة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة جوزي. خسارة نجلاء خسارة. حظك قليل قوي بقى ده جوزك. ايوه يا أخويا جوزي وراجل البيت. ومن هنا ورايح نجلاء وجدتي تنساهي. أنا مرات اسمها تفاح الزحلاوي. وما تعتبش البيت دوت في اي وقت من الاوقات. سلامي كده يا نجلاء. خد يا واد انت كده. ايه انت هتعاتب مراتي وانا واقف؟ امشي غرف داهيه. عموما هابني يلا يا اخويا بالسلامه. يلا خد السريع اللي معاك. مع السلامه يا عم الشيخ. بالسلامه. على فكره انا موافق على الجوازه دي. وانا موافق ان انت تغرف داهيه. يلا بالسلامه امشي. ايه الناس دي وانت جاي منين انت كمان؟ شوف يا بنت لو كل حد مستخبي هنا ولا هنا. يلا يا وليه زغراتي وحضر لنا الحمام. الله يسدي نفسك يا بعيدي. الاستاذ رمضان بقاله اسبوع ما بيجيش. يا عم عنه ما جه تكلمني حاجه عدله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ نجلاء اتجوزت. عشان كده مش عارف اوصل لها. ده يكون رمضان يا ابني انتهبل. رمضان هيتجوز نجلاء وجدي. واحنا محلنا نفسنا ليه؟ ده انا كان مشاوي. ايه ايه ايه؟ لا بيرن. طب ما تقول بيرن. شوقي يو ازيك رمزي. يا نجلة ايه 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 يا اخي نجلة اتجوزت رمضان. ايه في ايديك اوعى تهديك بقى. في ايديك اوعى وعليك صبر وطولة بال. وعينيك حلوة. ايه ده؟ انت عينيك عسلية؟ عسلية؟ مش عارف. امي كانت دايما تقولي انها كحلي او طوبي. بس انا ما بركزش في الحاجات دي. كحلي؟ ايه دي؟ دي بيتزا بالسي فود تستاهل بقك يا روقي. ثانية واحدة في الفطورة. فطورة ايه بس يا رمضان؟ انا حسبت انا عزمك. علي الطلاق بالتلاتي. ان ما جبت الفطورة لطلقك وارميكي في الشارع لكلاب السكك تنهش في لحمك. هتبت! احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين. وطول ما اني عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف. اما موت ابقى اصرف انتي. فاهمها ولا لا؟ ايه دي؟ النهار اسود منيل. 126 جنيه؟ وانا اللي خلاني تبت في الرجوله كده وحلفت عليها طلاق ونقي لما كانت دفعت وانت هنا ما هي مراتي. لا ارجع يا رمضان والله ما تدفع تعريفي. تدفع ايه؟ احنا نموت احسن. ايصال اماني. استلمتي انا المدعو رمضان مبروك ابو العالمين حموده مبلغ 126 جنيه. و20 جنيه بتوع ايه يا اختي؟ تبس. لا بقشيش بمزاجك يا اختي.
انا بدفع اللي انا هدفعه انا ومراتي. ايوه ماليش دعوه بالتبس، وهذا ايصال امانه علي. رمضان خد يا بنتي حقك معاك يا بنت الناس، وما تعملهاش تاني. وبعد كده الطبيخ في البيت، مفيش اكل يجي من بره. 126 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اختي انا باكل كده، هاكلها بالكرتونه بتاعتي. سكتي سلي انت بدور. مصمصي 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 لحد ما راجل البيت ياكل، بعد كده تشوفوا حاجه تاكلوها انتم. عندنا الحريم بتاكل لما الراجل بيموت.